السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طالبات الأعزاء، طالبات مدرسة المجتمع الصف العاشر، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة في مدرسة التربية الإسلامية. اليوم بإذن الله تعالى سوف نستكمل درس مجال الحديث الذي تناولناه في الحصة الماضية، ألا وهو درس وسائل القوة من الله تعالى. في الحصة الماضية درسنا عن الحديث الشريف وقرأناه قراءة صحيحة، ثم قمنا بتفسير معاني المفردات وقلنا من العادة آلة وأضاف الوليد وكل منتقي، والنوافل هو كل ما زاد عن الفرائض. لو أعطيني فلا أستجيب له، استعاذني التجئ إليه من كل منصاف، لا أعيذنك لا أحفظنك. كمان تعرفنا على راوي الحديث الشريف ألا وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، وقلنا من كلمة النبي في أبي هريرة. أسلم على يد التخلص من الجمال وهاجر إلى المدينة في السنة السابعة للهجرة، فهو 5374 حبيب، وشهد موت وفتح مكة وحنين وتبوك. تعرفنا المرة الماضية كمان على المعنى الإجمالي للحديث، وكذلك حقيقة أولياء الله، وقلنا أن الولي هو النصير الذي ينصر الله تعالى وينصر دينه وشرعه. وفي الشرع هو من يجتمع به صفتان الإيمان والتقوى. اليوم بإذن الله تعالى سوف نستكمل الدرس ونتعرف على 1 جزاء من عاد أولياء الله تعالى، 2 طرق تحصيل هذه الولاية، 3 ونعدد فوائد القرب إلى الله تعالى بالنوافل. من آذى لوليا فقد آذنته بالحرب. شوفوا معايا، قال لك أولياء الله تعالى تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم، وكل من آذى وليا لله تعالى بقول أو فعل فإن الله يعلمه بأنه محارب له، وأنه هو الذي يتولى الدفاع عنه، وليس للعبد قبل ولا طاقة بمحاربة الله تعالى. يعني لك أن تتخيلي أنك إذا كنت تعرفين شخصا صالحا وتتعمدين إيذاءه، تشويه سمعته، هذا الإنسان مثلا يتصنع الصلاح أمام الناس، يقول ذلك لكي يمدحه الناس، ماشي، وتعمد تشويه سمعته، واضح؟ أو أني أكون حريصة على أنه يفصل من عمله، واضح؟ كل هذه نوع من أنواع الأذى. ما هو جزائي إن فعلت ذلك؟ إذن هنا الله سبحانه وتعالى ينبه الإنسان بالحرب. تخيلوا الإنسان هكذا تكون الحرب بين الناس وبعضها، فكيف يكون الحرب بين الله سبحانه وتعالى وعبد ضعيف مسكين لا قوة له ولا طاقة؟ انظروا في الأيام الحالية، الدول الكبرى والعظمى تتباهى أمام بعضها، الأكبر جيش والأعظم جيش والأعظم ميزانية والأعظم ادخارا والأعظم قوة، وجاء فيروس ألا وهو الكورونا، جعل العالم كله في حالة من الخوف والرعب. أين قوتهم؟ أين جبروتهم؟ أين قوة الظلمة وجبروتها وعتوها على الناس وتباهيها على الدول الأخرى؟ أين ذهب؟ لا يوجد. الكل صار في حالة من الرعب، الجيوش لم تنفعهم، القوة لم تنفعهم، الذكاء والتخطيط الاستراتيجي لم ينفعهم أي شيء. فيروس صغير لا يكاد يرى بالعين المجردة، يقضي على آلاف من البشر يوميا. أين هو جبروت هؤلاء الظلمة؟ لا يوجد. أرأيتم كيف تكون حرب الله سبحانه وتعالى؟ وحرب الله أعظم من ذلك بكثير، ولكنه يريد أن يبين للإنسان كم أنت ضعيف وحقير أيها الكائن. لا تتباهى بعقلك الذي حصلت عليه دون عن غيرك من المخلوقات، أنت في الحقيقة كائن ضعيف جدا، ووفاتك تكون بسهولة ومرضك بسهولة. كائن لا يكاد يرى بالعين المجردة يسقطك في الفراش، لا تستطيع أن تتحرك أو أن تلفظ أنفاسك حتى، واضح؟ طيب، هل الإنسان يقوى على حرب الله؟ بالتأكيد لا. انظري معي،
ما هي العداوة لولي التي رتب الله عليه الوعد الشديد؟ إيه هو نوع العداوة اللي لو الإنسان عملها يكون متوقع بعدها عداوة الله سبحانه وتعالى أو حرب الله سبحانه وتعالى؟ هي العداوة التي تكون من أجل قربه من الله وطاعته له. أما إن كانت عادة لأجل أمر من أمور الدنيا أو خصومة حصلت بينهما فإن ذلك لا يشمله الوعيد الوارد في الحديث. بمعنى العداوة هنا تكون من أجل القربة، كما قلنا قبل قليل شخص يكره شخص لأنه يظن أنه متصنع، أنه يتصنع الصلاح والتقوى علشان الناس يقولوا الله شوفوا الشخص ذا تقي، فأنا أكره هذا الشخص وأحاول أؤذيه. يعني لا أكتفي بالكراهية مثلا في القلب على سبيل المثال، لا، لأن هذه الكراهية يترتب عليها إيذاء. إذا كانت هذا الإيذاء من أجل القرب من الله لبنسو فيها، أو لأننا مجرد عايزة بين الناس من الشخص ده لا هو مش كويس، إذا أنا هكذا أحقق إيش؟ العداوة. واضح. لكن لو كانت معاداة في أمر من أمور الدنيا، إذا يمس هو الشخص الصالح بيعدي في أمور الدنيا طبعا إيه المشكلة؟ مش إنسان، والشخص الصالح ملاك ما بيغلطش، لا بيغلط، والناس تكون بينها معاداة، مؤمن تقي ولكن في بيننا عداوة، تنافس في العمل، خصومة في أمر ما. إذا كانت هذه العداوة كبيرة، حصل سوء تفاهم، حصل مشكلة، فإن هذا الأمر لا يشمله الوعيد، لا يشمل الوعيد مثل هذا النوع من العداوة. علل لماذا قال من عادى لي وليا ولم يقل ولي لي؟ إيه رأيك؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى هنا قال من عادى لي وليا ولم يقل من عادى وليا لي؟ إيه رأيك؟ تتوقع إيه هو السبب؟ أنا أقول شوفي معايا، قالك تفخيما لشأن العداوة، لأن في الأول اللي هو مين؟ لي. إذا بأن عداوة ولي كأنها عداوة مين؟ الله. إذا لي هنا عائدة على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. من عادى لي أنا، أي حد إيه لله سبحانه وتعالى؟ الولي. إذا هو رقم واحد ثم الولي رقم اثنين. يلا جاوي على الأسئلة. علم لي ماذا قال من عادى لي وليا ولم يقل وليا لي؟ ما هو جزاء من عادى أو جزاء الله تعالى؟ ما هي العداوة للولي التي رتب الله تعالى عليها الوعيد الشديد؟ طرق تحصيل الولاية. لك الولاية موجودة عندنا هنا بطريقتين كما ذكرهما الله سبحانه وتعالى في الحديث. الولاية الأولى ألا هي المقتصدون، والمقتصدون من كلمة الاقتصاد، يعني يقتصرون على شيء معين. يقتصرون على ماذا؟ يقتصرون على الفرائض، وإليهم إشارة بقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والفرائض تشمل فعل الواجبات وترك المحرمات. إذن المقتصدون هنا هم الناس اللي بتقتصر على الواجبات الأساسية، تفعل الواجبات وتترك إيش؟ المحرمات، الزنا، شرب الخمر، شهادة الزور، الرشاوي، الظلم. هذا من أولياء الله يمس؟ نعم، هو من أولياء الله سبحانه وتعالى ويحصل على حماية الله سبحانه وتعالى ورعايته. طيب في نوع آخر؟ في نوع آخر وهو أقوى بقليل، ألا هم السابقون الذين يسبقون غيرهم بفعل الخيرات. هم بيعملوا السابقون، قال لك مش بس بيكتفوا بالاقتصاد، لا، دول بيتقربوا إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. يتقربون بإيه؟ حاجة زيادة، ألا وهي النوافل. إيه هي النوافل؟ إليهم بإشارة قوله تعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنوافل أخذناها في معنى المفردات، إن إيه هي النوافل؟ كل العبادات الزائدة عن الفرائض، سواء كان عبادة زائدة في الصلاة زي قيام الليل، السنن، الرواتب،
صلاه الضحى اي عباده زياده في الصلاه، اي عباده زياده في الصوم. في يوم الاثنين والخميس احنا عندنا مثلا يوم الاثنين والثلاث والاربعاء هيكون النصف من شعبان، هذا نافله من النوافل في الصيام. يوم الاثنين والخميس واضح، عاشوراء، يوم عرفه، دي كلها نوافل. عندنا النوافل في الزكاة، نوافل الزكاة اللي هي الصدقات، صدقات المال، إطعام الطعام، مساعدات اللي هو التيسير على معسر، كلها نوع من أنواع. واضح؟ إذا دي كلها من طرق إيش؟ تحصيل الولاية. إذا أنا عندي الطرق الأولى ألا وهي القيام بالفرائض على أكمل وأفضل وجه، والنوع الثاني زيادة على الفرائض ألا وهي إيه؟ النوافل بشتى أنواعها، يعني أي نافلة زيادة، مش بالضرورة إنه بيعمل النوافل في كله، أي نافلة معينة. واضح؟ إذا هذه عندك طريقتين لتحصيل الولاية، رزقنا الله وإياكم الولاية. شوفي معايا في النشاط ده، موجود عندك في الصفحة، في نفس الصفحة 108، جاء في الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما دلالة قوله وما يزال؟ على ماذا تدل كلمة وما يزال؟ إيه رأيك؟ أنا عن نفسي حطيت إجابة، ممكن أنك تختلفي. قالك دلالة على استمرارية العبد في التقرب إلى الله تعالى بطرق ووسائل مختلفة. فوائد القرب إلى الله تعالى بالنوافل، قالك إيه هي الفوائد؟ طبعا الإنسان لما يتقرب إلى الله ينال محبة الله، وهذا أجمل شيء. يحفظه الله سبحانه وتعالى في حواسه، جوارحه، ماشي. ثلاثة، يجعله مستجاب الدعوة، وهذا من أجمل الأمور اللي كلنا في حاجة إليها. يعيده الله سبحانه وتعالى إذا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قومي بحل تقويم الدرس والواجب الموجود على الصفحة. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.